حي الجزائر قرب جامع المتقين يعني فرع البطاريال. نعم احكينا المشكله. والله مشكله احنا من قبل 3 اشهر قدمنا مناشده على مدة مجاري هاي المجلس الصندوقي، والله لبوا المناشده فالحمد لله سوا، صار اكثر من 15 يوم، بس هسه حاليا نحتاج الى اسفه ما حيل تعبانه استاذ، ويحتاج الى تبليط والله بصراحه. كم بيت تطلب؟ والله تقريبا 150 بيت تقريبا. قبل تقريبا شهر تم مد مجرى صندوقي، يعني نشكر مديرة مجاري نينوى وكل كوادرها، بس الشارع يحتاج حاليا الى تبليط، بس اهم شيء الأرصفة، يعني الشارع تقريبا كمل قبل 10 ايام، والمنطقة فد مرة يعني بيها اهمال من ناحية النظافة، والشارع ضروري محتاج الى أرصفة وتبليط. كأهالي حي الجزائر نطالب مديرية بلدية محافظة نينوى بالقدوم ورؤية معاناة الشارع والمواطنين. والله مشكلتنا أهم شيء التبليط والأرصفة. والله قبل 3 أشهر عانينا من المجاري والهذا، وعملنا سوينا المجاري والهذا، وهسه أهم شيء التبليط، والتبليط والأرصفة. ونحن هسه ما نحتاج تبليط، أهم شيء الأرصفة، البيوت نازلة، ما راح يصير تبليط، راح البيوت راح تسقط قبل.